كثير من الأشخاص بالفترة الراهنة عم يفضلوا يفتحوا مشاريع صغيرة أو متوسطة، خاصة لما عم تكون الظروف الاقتصادية ما لها مساعدة، وبيقول أنا ما بدي يكون موظف عند غيري، أنا بدي يكون الليدر لحالي، أنا بدي يكون الشخص يلي كل شيء رأس مال عم بستثمره يرجع أرباحه إلي، مثلاً الطبخ المنزلي أو الهاند ميد أو افتتاح صالون تجميل أو حتى شغل إكسسوارات أو كل الأمور الثانية. هذا الموضوع شيء إيجابي، لكن لما نحن نقوم فيه دون تخطيط مسبق، دون شيء منسميه بعلوم الإدارة هو دراسة جدوى، فهذا الموضوع يمكن ينعكس سلباً وليس إيجاباً. تماماً يا ورد، هذا غير أنه بيكون المشروع الخاص يعني بيكون دائماً هيك قابل للتطوير، فإنه هو إن يمكن يبلش مشروع صغير ولكن أنت بعدين ما بتعرف لوين بتوصل. بس يلي عم يواجه كتير من الأشخاص يلي عم يفكروا بهذا الشيء هو وضع جدوى اقتصادية مناسبة للمشروع. لهذا السبب اليوم رح نساعدكم بهذا الشيء مع ضيفنا الاختصاصي بإدارة المشاريع الصغيرة عمر النابلسي يلي صار معنا بالاستوديو. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا الأعزاء. أهلا وسهلا فيك. يعني أعطوني مصاري أديكم مشاريع، أعطيني رأس مال بعطيك أحلى أفكار لمشاريع، ودائماً أنا بكون عم ديرة وقودة وخطط لها. لكن مشكلتنا اليوم هي رأس المال. تمام. ليش؟ لأنه أنا مالي مستعد غامر. بيئة الحياة الاقتصادية في سوريا متقلبة جداً. صحيح. وصعبة على الشباب الجداد يلي هن فايتين لسوق العمل، فأنا كيف بدي بلش مشروع؟ أولاً إحنا الفكرة المشروع لازم تكون موجودة، وهي الفكرة هي الأساس. عندما تنوي يعني تتواجد هذه الفكرة نبدأ بالتحضير لذلك المشروع. أولاً الفكرة تبنى على أساس، الأساس اللي هو الفرصة، إنه نحن شو بحاجة، شو الموضوع اللي بحاجة له، شو الإمكانيات اللي موجودة، شو التمويل اللي موجود، وبعدين بنعمل دراسة هالجدوى لنشوف إنه هذا المشروع سيكون له الديمومة، حيكون له في استمرارية، وبناء عليه بناخذ نحن القرار اما الاستمرار بالمشروع او ايقافه وتغيير هذا المشروع. تمام استاذ، في كثير من الاشخاص بيقولوا لك بلا جدوى اقتصاديه بلا شيء، انا عملت مشروع وما احلى وماشي وما كنت بعرف اساسا شو يعني كلمه جدوى اقتصاديه. بالمقابل في الكثير من المشاريع اللي بنعرف انه هي فشلت لانه ما في اي معلومات عند الشخص اللي فتح هذا المشروع، ولا حاطط اساسا جدوى اقتصاديه ولا خطه مستقبليه لمشروعه. قديش مهم فعليا اني انا اعمل جدوى اقتصاديه لمشروعي قد ما كان صغير؟ هلا من الاهميه بمكان، لانه انا بدايه اذا ما كان عندي يعني وجود هذه الجدوى موجودة بين إيدي، أنا ما بعرف شو مصير مشروعي، يعني إن كان حيقول للفشل أم للنجاح. صحيح. أنا اليوم يعني لازم بعد فكرة هذه الفرصة أن أأتي إلى موضوع التسويق والمبيعات، يعني كيف أنا كيف بدي فوت بهالمشروع وينجح معي وأنا ماني عارفان إذا فيني سوق له أو فيني حول حتى لزبون لعميل إلي فيما بعد حتى سوق لهذا المنتج اللي بده يكون عندي. وبعدين بعد هذا يعني فكرة المبيعات والتسويق بدي انتقل لفكرة العملية، عملية الإنتاج هي العملية التنفيذ. معقدة. طيب هذه العملية كيف بدون تخطيط؟ حتى مثل ما فضلتي ميشليني اللي عم يقول انه انا عملت بدون دراسة جدوى، هو عمل دراسة جدوى ذاتية بدون ما يعرف، بدون ان يسميها ابدا. اما هو عامل دراسة جدوى والا ما كان دخل لذلك المشروع، لانه ما في حدا بيحب يخسر اليوم. تمام. تبقى الفكرة وهم وخيال ان لم تقرن بكتابة وخطة. اكيد الفكرة تبقى ضرب من الخيال وعبثي ان لم تقرن بخطة مكتوبة ومدروسة الجدوى. هذا لا يعني أن لا نفكر، لكن هذا يعني أن لا نسرح في التفكير دون تنفيذ. طيب جيت بدي نفذ، بيطلع على بالي أنا خريج جديد عمري 23-24 سنة أعمل مشروع. طب من وين بدي دق باب مشروع؟ بيقلك أنا حابب أفتح مطبخ ببيتي وبيع، شو بحتاج؟ وين بدي أبحث؟ بيقلك أنا حابب أفتح سوبر ماركت أو مو سوبر ماركت، ميني ماركت على قدي. كيف بدي أدرس جدوى؟ ناخذ مثال تطبيقي. هذا العنصر الرابع اللي هو الفاينانشال، هوني وصلنا لجدوى المالية نحن. يعني بداية لازم يكون عندنا نحن صاحب المشروع بيعرف شو بده، شو المشروع اللي بدي أنا أدخل فيه. لنفرض مثلا أنا حبيت أعمل مشروع صناعة ألبسة،
لنفرض ورشة صغيرة، ورشة صغيرة بجوز تبدأ بمكنة بست البيت، تدخل وتجيب هالمكنة وتبدأ فيها بالإنتاج. صحيح. ولكن قبل كل شيء بدي أعرف أنه أنا قادر أني أشتري هالمكنة، قديش بدي كل في لهالمكنة. بعد ما أنا اشتريت هذه المكنة بدي أعرف أنه أنا رح شو بدي أنتج، أو الإنتاج هذا مين لمين بدي سوقه، لمين بدي بيعه. وبعدين أنا بدي أعرف أنه يا ترى المدة الزمنية اللي بدي أشتغل فيها أنا رح تكون مناسبة لذلك المشروع، الإيرادات والأرباح اللي بدي تيجيني حتكون جيدة طبعاً. والأهم من ذلك أنه نقيم أنفسنا، يعني في شيء اسمه يعني بعد الأوبريشن والفاينانشال في شيء اسمه البيبول، أعضاء المشروع، الموارد البشرية الموجودة بهالمشروع. هالموارد البشريه هي اهم شيء بالمشروع كمان. صحيح. بده الواحد يعرف شو امكانياته وقدرته على تطوير هذا المشروع. انا بعد ما ست البيت عملت صار عندها بدل ماكينه ماكينتين حبكه ودرزه ورشه، وصارت هي عباره عن ورشه، بعدين ممكن تتحول لمشروع جماعي. طب هون في مقاطعه، حاسس حالي بقصه جره العسل والراعي، تذكريها اللي بيكون انه بكره بجيب جره عسل وبيعها انا وبجيب فيها خروفين وبجيب بدل وبزاوجهم وبيتكاثروا وبصير عندي مزرعه وكذا، اخر شيء بيرفع ايده بيضرب جره العسل بتقع على راسه. صح. حتى ما تقع جره العسل على راسنا. انا عندي اجوبه لكل التساؤلات اللي حضرتك سالتها، انه انا بقدر اجيب حقها، انا بعرف اشتغل عليها. انا جوابي لا. طب تمام. اذا كان جوابي لا انا ما فيني اجيب حقها، ما بعرف اشتغل عليها، ما عندي فكره، شو الحل؟ تمام. كيف بدي اوصل لها؟ هلا في عندنا نحن طريقين للتمويل، في طريقه القرض وفي طريقه السلفه وفي طريقه الاسهم. ممكن انا وورد وميشيل يعني ميشلين. عفوا من ميشلين كل واحد يدخل بهالاستثمار بمبلغ معين. شاركينا؟ تماما. عامله مشروعي لحالي هلا بس مع السلطه. حابين تعملوا سلطه؟ اما سلطه مشاريع هي على فكره بالمناسبه، هو العمل الجماعي دائما يثمر بشكل اكبر وبينتج وفي ارباح، وحتى العمل الفردي ولكن اذا كان مدروس. اليوم نعم انا فيني اجيب تمويل من لا شيء، كيف انا ممكن اجيب؟ دلني ببوس ايدك انا فورا وجاهز الهي. ولكن بعد يعني امكانيه وجود القدره الكهربائيه او البديل الطاقه البديله، تمام، انا بامكاني اعمل قوالب ثلج بالبيت من المي، وعملت مشروع صغير وبعت ثلج وانتجت. انا بس جيب لي كهرباء، انا بس بدي بس هيك قطعتين ثلج بالفريزر اشرب فيها مي بارده بكره الكل. على فكره انا لا اتهكم، أنا أتكلم بلسان الشارع السوري. كلامك سليم. أنا لا أتهكم، أنا عم بحكي للسحدات تحت الصفر، شو رأيك؟ أنا معك 100%، كمان فكرة الأستاذ جيدة، هذا للأشخاص اللي ما كتير هنن عندهم قدرة إنه يشتغلوا بعمل مؤسساتي إذا فينا نقول، أو إنه هنن ما بدهم يكونوا البوس من الآخر. ففي أشخاص بتقلك أنا عندي إبرة وخيط بالبيت، من هالإبرة والخيط قدران أعمل شيء، بكرة بتصير فلانة بتشتغل معي، منكبر العمل شوي بتصير فلانة أكثر بتشتغل معي، ممكن يكون معي رأس مال كتير صغير. صحيح. أعمل فيه مشروع، وهذا الشيء يلي موجود وعم لاقيه بكثرة. مشان جاوب على سؤال ورد والتساؤلات يلي الكتار من الأشخاص يلي عم يشوفونا يكونوا عم يسألوها، عطيني أفكار لمشاريع صغيرة ناجحة اليوم عنا بسوريا. تماما. أولا يعني شفنا اليوم يعني تطبيق إلكتروني هو مشروع ناجح، يعني ما بدنا نسوق للمشاريع. أوكي. ولكن انتم بتعرفوها دائما هذه التطبيقات، تطبيقات الكترونيه، ان كان تعنى بالتدريس، ان كان تعنى تماماً. بالتصميم، ان كان تعنى بالتوصيل، ان كان تعنى بمثلا التسويق، تصوير، كل شيء. هذه التطبيقات للشباب يعني اليوم مستهدفه فئه الشباب. نحن بنعرف والشباب راس مالهم اليوم هذا الجهاز، مو هيك؟ بامكانه يجعل من هذا الموبايل راس مال. تماما. هاي من جهه، من جهه ثانيه حتى الشباب يعني المهندسين مثلا بامكانه يفتح مكتب هندسي، ومو بس يشتغل تصاميم لداخل القطر، بامكانه يدخل لتطبيقات عالميه ويدخل ويبيع فريلانسرز. تماما. هذا بقول لك قد ما اخذت انا عملة سورية هون داخل القطر وبيضاربوني بالسعر. صحيح. هونيك لا، باخذ نص مشروع فبطلع اللي باخده بشهر بيوم. برافو ورد، هذا الكلام لقيت منطق. مشروع تفضل. لقيت مشروع. انا حاسس يمكن داخل شيء مشروع بدون ما يقلنا ورد، بدون ما افتح سيره.
هلا شايف هاي المشاريع انا لانه مستهدفه فئه الشباب، برجع بقول لك يعني انا مو بس ست البيت ومو بس الغذائيات بالبيت، لا انا عندي هذه التطبيقات اليوم ممكن نعمل منها اعاده اعمار، ولكن اذا كنا عم نشتغل بشكل يعني في تعاون بيناتنا كفريق عمل واحد وبشكل حقيقي وبهدف. مثلا انا قلت لهم يعني خارج الهواء، قلت لهم ممكن نعمل تطبيق اسهم اعاده اعمار، وهذا التطبيق من المحل الصغير الى البناء الكبير، لانه اليوم بصراحه بلدنا بحاجه لتكاتف وتعاون للجميع. وهذا المشروع بالمناسبه مشروع صغير ومتوسط ومشروع كبير لاعاده سوريا. طيب كان في من فتره مراسيم تشريعيه من السيد الرئيس، وايضا في من رئاسة مجلس الوزراء تسهيلات للقروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة. صحيح. ومو بس هيك، ومتناهية الصغر كمان. يعني متناهية الصغر يعني هي مطبخ ببيت، هي ورشة، هي مثلا دعم لجهة معينة موجودة. ففي تسهيلات قانونية، ولكن في كمان عنصر قاتل بهالموضوع اللي هو غياب المهارات والخبرات والكفاءات. صحيح. يعني أنا إنسان فايت، عندي قانون قد يساعدني، قد للتقليل وليس للتحقيق، عندي جدوى مدروسة، بعرف شو بدي، لكن أنا مهاراتي ضعيفة. فكيف منوجه كل الناس لحتى تطور مهاراتها؟ سوق العمل بالفترة القادمة 2 لـ5 سنين شو بيحتاج؟ تماما. هلأ بالمناسبة أول يعني شغلة بدي أنظر لها لسوق العمل اللي موجود، اللي أنا يعني لازم انتبه عليه كتير، المنافسة. اليوم أنا بكل المجالات في إلي منافس، إذا ما طورت نفسي مثل ما تفضلت ورد أنا ما رح أقدر نافس بسوق العمل، وما رح أقدر أخذ زبون استمر. اليوم ومستهلك بسوق العمل. صح. لذلك هذا التطور بناء على أول شيء الدورات التدريبية اللي كتير مهمة لتطوير هالمهارات، وهذه الدورات ما بتجي غير عن طريق بصراحة التدريب والدورات الممنهجة. تمام. هذه من جهة. من جهة تانية لازم أنا أعمل حساب كمان للقوانين اللي عم تصدر، يعني بدراستي كمان إنه القوانين ممكن يطلع قانون اليوم يعني يطور لي عملي، ممكن يطلع قانون يغير لي المشروع. صح. تمام. وبالمناسبة لأنك كمان ذكرت موضوع التمويل بالنسبة للمشاريع الصغيرة، أنا إلي رجاء اللي هو تخفيض نسبة الفائدة للمشاريع الصغيرة. يعني من خلال منبر سما أنا أتمنى إنه هذه يعني القروض أن تكون مخفضة الفائدة لحتى نحسن نحن نساعد هالشباب اللي بحاجة لهالقروض على يعني تجاوز موضوع والمتابعة. والاختصاص كتير مهم اليوم، اللي بيتابع اليوم المشروع الزراعي لازم يكون ابن اختصاص، مو هيك؟ أو يعلم فيه، إذا كان ما بيعلم فيه تماما. يبلش يدرسه ويتمحص بتفاصيله. ولكن ممكن نحن يلي عم نمنحهم هالقروض نحن نعملهم دورات تدريبية ونحن نطورهم. كمان الفكرة جدا جميلة، لأنا برأيي أي شيء بخص النسوان والأكل روحوا له فورا، لانه هذا الشيء شغال مبدئيا، ما حدا ما بياكل، والنسوان يعني مني وجر شوي هيك عقلاتنا اخفاف يعني بهالمواضيع، بدنا نعمل كل شيء هيك بنشوفه ودارج. انتوا اكبر شريحه مستهدفه بالزبائن والمستهلكين عنا. بالزبائن والمستهلكين بما يتعلق بالجمال، هلا عقلهم مو خفيف، عقلهم بما وازن بما يخص الجمال. بما يخص الجمال بحبه. ايه يعني اي شيء بخص الجمال، شيء جديد طلع بدنا نجرب. صح. فهذا المشروع برأيي هيك بيكون نوعا ما ناجح. احنا نشكر كثير استاذ على وجودك معنا لليوم، على النصائح اللي قدمتها. اهلا وسهلا فيك. شكر لك ميشلين، شكر لك ورد، وشكر لاحبابنا واعزائنا المشاهدين. شكرا لكم. تعالوا نروح للمشروع الدائم.